الله. الحديث الثاني حينما الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن أتباع والمفتونين والمقدسين للوهابية المتسلفة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أوصاف أشياخ الوهابية، فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام، يعني الحديث الأول كان على الشباب، الحديث الثاني على الأشياخ نفسهم أنفسهم. تمام، تفضل. سيخرج أيضا نفس التعبير، سيخرج في أواخر الزمان أناس يختلون الدنيا بالدين، زي النشل تخف كده، يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين. ننظر كده إلى التشبيه، الضأن لونه أبيض، لونه أبيض، لكن هو لا يلبس من جهة الشعر من الداخل، يعني إشارة إلى الملابس البيضاء الفاخرة التي يلبسونها ويلبسون الغطر، مع أن الرسول لم يلبس غطر، الرسول لبس عمامة. يعني هؤلاء نقلوا حتى من باب التجليس الملبس البيئي لأشقائنا في الخليج العربي اللي هو الغطرة والعقال، هذا ليس لبس الإسلام، والإسلام أصلا كما تعلم الكرام حالهم ليس له زي. تمام، الإسلام لا شأن له. أنا شفتك ده أحدهم في مصر كاتب كتاب تمام المنة في تحريم الكرافات، يعني هذه الكرافات التي أنت ترتديها الآن هي عنده منكر، وأحدهم لم يجد في الإسلام غير أن يكتب برضو تمام المنة في أن النزول يكون على الركبة وليس على اليدين، أشياء غريبة جدا. المهم نرجع إلى الحديث، سيخرج في أواخر الزمان أناس يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين. شوف الملابس اللينة والحياة الرفاهية التي يعيشون فيها. هنا نتكلم عن زوج رسول الله، زوج رسول الله عن من تتحدثون؟ عن قصوركم الباجخة، عن سياراتكم الفارهة، عن نسائكم المتعددة، عن الذرية الجيش المجرار، ولا يمتهنون مهنا. يعني أنت تستغرب هؤلاء في مصر على أي كذب يعيشون، يعني على أي كذب يعيشون، ويعيشون حياة والله تفوق الأمراء أنفسهم، ومعروف، وحساباتهم البنكية والمصرفية يعني تبلغ حدا غريبا وعجيبا. ثم يتباكون ويقولون الزهد، يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل. يأتي ويمثل على الناس، لأن في دورات عملت لهم في الخليج ودورات إلقاء في أمريكا، وبالمناسبة وعندنا الوثائق بهذا. يتبقى قال رسول الله ويتصنع البكاء، ولا دمعة واحدة، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصفر. وجاءت الأحداث تكشف، سأجعل مصر بركة دم. ألم يقل هذا الرجل السلفي في قناة الحكمة السلفية على رؤوس الأشهاد، هذا المدعى بأبي الأشبال، ماذا قال؟ قال حي على الجهاد المقدس على عتبة وزارة الدفاع المصرية، هاتوا اللواءات، لواءات الجيش من الإسبرايط، وهاتوهم في ميدان التحرير واعدموهم. هل في دموية أكثر من هذا؟ هذا رجل منهم وفي قناتهم، هذا رجل منهم وفي قناتهم، تقديسهم لحازم أصرح أبو إسماعيل، تقديس فاق البطارقة والبابوات، تقديس فاق البطارقة، وينكرون على الناس لو قالوا حتى سيدنا النبي أو 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 سيدنا الحسين. يعني يا لا 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 لا، هذا إطراء، هذا شرك. إنما حازمون لا، ليس شركا، سنستشهد في سبيل حازم، هذا ليس شركا. وهكذا، ولسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. يقول الله تعالى أبي يغترون أم علي يشترئون لأبعثن عليهم فتنة تجعل الحليم حيرانا. هذا توصيف النبي. ثم أضيف أيضا ما رواه البخاري ومسلم وغيره في أحاديث عديدة، لا 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 أخذ إلا الشاهد، يتركون أهل الأوثان ويتفرغون لأهل الإسلام.